اليوم المنتخب يخوض مرانه الأول في ياوندي استعدادا لمواجهة السودان في ختام دور المجموعات بكأس الأمم. محمد صلاح على موعد مع التاريخ للفوز بجائزة الأفضل في العالم 2021. موسيماني يجدد رفض رحيل عمار حمدي. الزمالك يسافر للإسكندرية استعدادا لمواجهة فاركو في كأس الرابطة. وعالميا اليوم ثلاث مواجهات في الدوري الإيطالي.